الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أرحب بكم في مادة الكيمياء. مقدمة سريعة، علم الكيمياء طبعا ليه علاقة وطيدة بالنسبة للعلوم الزراعية. يكفي أقول لك إن إحنا طبعا بنستفيد من علم الكيمياء في الزراعة في تحليل مكونات التربة عشان نحدد المحاصيل المناسبة اللي ممكن تزرع في تلك التربة، وكذلك معرفة مكوناتها وما تحتاجه من عناصر غذائية، وبالتالي تحديد الأسمدة المناسبة وكميتها لكل تربة. وطبعا انت هتدرس ان شاء الله في العام القادم الأسمدة، وهتعرف الأسمدة وأهميتها في رفع خصوبة التربة، وكذلك المضادات الحشرية التي تقضي على الآفات الزراعية. علم الكيمياء برضو بيساهم مساهمة كبيرة جدا في هذه المضادات الحشرية، ومن أشهرها طبعا مبيد دي دي تي، وطبعا ده من المبيدات الخطرة جدا التي تم إيقاف إنتاجها، وهتاخد عنه فكرة إن شاء الله في الكيمياء العضوية في الثانوية العامة. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، برحب بكم في فيديو جديد بنبدأ فيه مقدمة للباب الثاني، التحليل الكيميائي لطلبة الثانوية العامة. النهاردة نعمل مقدمة في الباب وبعض التوضيحات والجزء النظري. طبعا الباب عندك بيتكون من جزئين، في التحليل الكيفي والتحليل الكمي. فاحنا هنبدأ النهاردة المقدمة في التحليل الكيفي او الوصفي، وهنعرفك اهمية التحليل الكيميائي بالنسبة للمجالات المختلفة اللي بتناولها، واهمية استخدامه، اهمية التحليل الكيميائي في المجالات العلمية المختلفة. في مجال الطب بيستفاد منه في تشخيص وعلاج بعض الأمراض، زي مثلا تقدير نسب السكر والزلال والبولينة وغيرها. طبعا تقدير كمية المادة الفعالة في الدواء. بالنسبة لمجال الزراعة، تحسين خواص التربة علشان طبعا نحدد المحاصيل المناسبة. استخدام التحليل الكيميائي في توفير الأسمدة المناسبة برضو للتربة، ده في مجال الزراعة. بالنسبة لمجال خدمة البيئة، معرفة محتوى المياه والأغذية من الملوثات البيئية الضارة، وطبعا ده بيتم في معامل خاصة. وكذلك قياس نسب غازات أول أكسيد الكربون وأكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين في الهواء، طبعا اللي هي بتسبب تلوث الهواء وغيرها من الغازات السامة. الكلام ده بيتم طبعا في الهواء، ممكن في المياه كمان. في مجال الصناعة، تحليل كيميائي للخامات والمنتجات وتحديد جودة الصناعة ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية. بنيجي بعد كده نتكلم على التحليل الكيميائي وأنواعه. تحليل كيفي وساعات بنسميه وصفي، وتحليل كمي. بالنسبة للتحليل الكيفي أو الوصفي، الغرض منه التعرف على مكونات المادة سواء كانت نقية أو مخلوطة من عدة مواد. وطبعا بيتم هذا التحليل من خلال إجراء سلسلة من التفاعلات المختارة المناسبة تجرى للكشف عن نوع المكونات الأساسية للمادة على أساس التغيرات الحادثة في هذه التفاعلات. التحليل الكمي بنهدف من خلاله إلى تقدير نسبة كل مكون من المكونات الأساسية للمادة. وطبعا عشان اقدر اعمل التحليل الكمي، لازم الاول نعمل التحليل الكيفي. هنبدا دلوقتي مقدمه وتوضيح للتحليل الكيفي. التعرف على الشق الحامضي، الايون السالب،
الانيون، والشق القاعدي الايون الموجب الكاتيون. وفي خلال دراستنا هنتكلم في الجزء الاول عن الشقوق الحامضيه الانيونات، وهنقسمها والشقوق الحامضيه بنقسمها الى ثلاث مجموعات زي ما هتعرف. مجموعه انيونات حمض الهيدروكلوريك المخفف، ده الكاشف الاساسي، وطبعا بتشمل انيون الكربونات CO3-2، HCO3 البيكربونات -1 تكافؤ، الكبريتيت SO3-2، السايوكبريتات S2O3-2، الكبريتيد S-2، النيتريت NO2-1. وطبعا دي مفروض بتمثل اهم الانيونات اللي هندرسها السنه دي من خلال هذا الباب. دي المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه بنتكلم فيها على مجموعه انيونات حمض الكبريتيك المركز، هو الكاشف الاساسي لهذه المجموعه، وبتشمل طبعا هنا اربع انيونات، وهي الكلوريد Cl-1، البروميد Br-1، اليوديد I-1، النيترات NO3-1. المجموعة الثالثة اللي هي مجموعة كلوريد الباريوم BaCl2، طبعا ده الكاشف الأساسي، وهنا عندنا أنيونين بس اللي هم أنيون الفوسفات BO4-3 والكبريتات SO4-2. طبعا في البداية لازم نتكلم عن الأساس العلمي للكشف، وهنبدأ طبعا بالمجموعة الأولى اللي هي مجموعة أنيونات حمض الهيدروكلوريك المخفف. حمض الهيدروكلوريك مفروض أنه هو أكثر ثباتا من الأنيونات التي سوف يتم الكشف عنها باستخدامه. يعني فكرة الكشف عندنا عن الحمض الأعلى ثبات، اي الاعلى فترات الغليان يطرد الحمض الاقل ثبات من املاحه. فعندنا كل الانيونات اللي بيكشف عنها حمض الهيدروكلوريك مفروض انها اقل ثبات او احماضها اقل ثبات من حمض الهيدروكلوريك، لذلك يتم طردها بسهوله من بواسطه حمض الهيدروكلوريك على هيئه غازات. بتعرف على الغازات دي. طبعا في غازات بعضها بيكون له لون، وفي بعضها بيكون عديم اللون، بكشف عنه بطرق معينة زي ما هنشوف من خلال التجارب. ممكن يقابلني سؤال يقول لي هنا انا ساعات بضطر للتسخين، لابد ان يكون التسخين هين عند اجراء الكشف عن انيونات المجموعة الاولى. طبعا بكل بساطة، لان التسخين الهين بيساعد على طرد الغازات بسهولة، وبتكون واضحة بالنسبة لنا، بنشوفها دايركت على طول اذا كان لها لون معين او لها اثر معين. الفكره هنا فكره الكشف، التجربه الاساسيه الملح طبعا الصلب لاي من الانيونات السابقه ذكرها مع حمض الهيدروكلوريك المخفف في انبوبه اختبار. هنبدا هنا بانيون الكربونات CO3-2. التجربه الاساسيه كربونات الصوديوم Na2CO3 زائد HCl مخفف طبعا على السهم، بيعطي ان NaCl كلوريد صوديوم وميه وثاني اكسيد الكربون. ايه المشاهده اللي بنشوفها هنا؟ بيحدث فوران شديد وبتصعد غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير اذا مر خلاله لفتره قصيره. طبعا هنا معادله التعكير بنجريها، بنمرر ثاني اكسيد الكربون في محلول ماء الجير لفتره قصيره، بيتكون كربونات الكالسيوم شريحه الذوبان في الماء التي تؤدي إلى حدوث التعكير. لكي يزول هذا التعكير نمرر ثاني أكسيد الكربون لفترة طويلة، بيزول التعكير وتتكون بيكربونات الكالسيوم القابلة للذوبان في الماء، عندئذ يزول التعكير. في تجربة تأكيدية ممكن أعملها برضو للأنيون هنا، باستخدام كبريتات مغنيسيوم، ملح كبريتات مغنيسيوم مع كربونات الصوديوم، في هذه الحالة بيديني MgCO3
كربونات مغنيسيوم مترسبة وكبريتات صوديوم ذائبة. في هذه الحالة يتكون رصب أبيض من كربونات المغنيسيوم بدون تسخين على البارد. هذا الرصب بيذوب في الأحماض المخففة زي حمض الهيدروكلوريك HCl حسب المعادلة الموضحة. ملاحظة طبعا لازم تعرفها، معظم كربونات الفلزات بتدوب في الأحماض، وطبعا بتدوب في الماء والأحماض، ولكن مفيش بس ايه غير كربونات، ماشي، كربونات جميع كربونات الفلزات تذوب في الأحماض ولا تذوب في الماء ما عدا كربونات الصوديوم وكربونات البوتاسيوم وكربونات الأمونيوم، فهي قابلة، الثلاثة دول قابلين للذوبان في الماء على عكس باقي الكربونات. طيب دلوقتي لو حلنا بقى نتكلم على الأنيون اللي بعد كده اللي هو أنيون البي كربونات والكشف عنه HCO3، نفس الكلام، بنضيف الملح الصلب البيكربونات. البيكربونات طبعا ده موجود عندنا في الحياة العملية عند العطار باسم كربونات، بيتباع عند العطارين طبعا، لونه أبيض، بيستخدم في تنظيف الأسنان أحيانا وفي بعض الأطعمة. البيكربونات NaHCO3، لأن الكربونات البيكربونات طبعا أحادية زي HCl مخفف، بيدينا NaCl و H2O و CO2 عديم اللون، يعكر ما يجير ايضا مثل الكربونات. طبعا هنا مفروض ان انا اميز ما بين الكربونات والبيكربونات، وذلك بيتم عن طريق استخدام كبريتات المغنيسيوم نفس المعادلة السابقة، ولكن في هذه الحالة هيعطينا بيكربونات مغنيسيوم قابل للذوبان في الماء. لكي نحصل على الراسب هنا بيتم تسخينها، بنحصل على راسب ابيض من كربونات المغنيسيوم، اي ان في حاله البيكربونات يتكون راسب ابيض مع كربونات المغنيسيوم بعد التسخين، لكن الكربونات يتكون راسب ابيض بدون تسخين. برضو لازم تعرف ان جميع املاح الكربونات قابل البيكربونات قابل للذوبان في الماء على عكس الكربونات. نتكلم دلوقتي عن ايون النتريت NO2-1، وطبعا النتريت هنا التجربة الأساسية بنحضر ملح صلب نتريت الصوديوم NaNO2 مع حمض الهيدروكلوريك، بيدينا NaCl وحمض النيتروز HNO2، طبعا ده من الأحماض الضعيفة سهلة الانحلال، بيتحلل بسهولة إلى حمض النيتريك ومية وغاز أكسيد نيتريك شفاف عديم اللون NO، اللي هو بمجرد تعرضه، طبعا هو غاز غير ثابت، بمجرد تعرضه للهواء بيتأكسد مباشرة ويتحول لثاني أكسيد النيتروجين، عشان كده بيتكون عند فوات الأنبوبة لون بني محمر اللي هو ثاني أكسيد النيتروجين حسب المعادلة NO زائد O2 بيدينا NO2 مع الوزن NO2 ثاني أكسيد النيتروجين لونه بني محمر. التجربة التأكيدية ممكن طبعا بستخدم هنا محلول برمنجانات البوتاسيوم البنفسجية المحمضة بحمض الكبريتيك المركز، لو ضفتها إلى ملح النتريت بيزول اللون، لون البنفسجي للبرمنجانات، لأنها طبعا عامل مؤكسد، لأنها بتأكسد النتريت إلى نترات حسب المعادلة الموضحة قدامك هنا. NaNO2 زائد H2SO4 زائد KMNO4 برمنجانات وعلى السلامة طبعا كونج، بيدينا نترات صوديوم NaNO3 زائد كبريتات بوتاسيوم K2SO4 زائد MnSO4 كبريتات مغنيسيوم زائد مي. اللي بيوضح لنا هنا اللي هو زوال لون محلول برمنجانات البوتاسيوم دلالة على تأكسد النتريت إلى نترات، يبقى الملح هنا الأنيون هو نتريت. بالنسبة للأنيون السايوكبريتات S2O3-2، وطبعا ده يمكن قد يكون من الانيونات الغريبه عليك شويه، ما شفنا ما تعرضتش ليه كتير، يعتبر جديد بالنسبه لك، وطبعا ده احد الانيونات الهامه واللي بنكشف عنها برضو، هو الكبريتيت والكبريتيد ايضا. الملح الصلب مع حمض الهيدروكلوريك بيتكون كلوريد صوديوم وميه وغاز ثاني اكسيد الكبريت لو راح نفاذه، وعندنا بيتعلق
الكبريت الاصفر في الانبوبه، وده طبعا بيوضح لي ان الانيون هو سيوكبريتات بسبب تعلق الكبريت الاصفر اس. لو انا عاوز اعمل تجربه تاكيديه ممكن استخدم هنا ايه؟ محلول اليود، محلول اليود اي 2 طبعا لونه بني مشهور، مع السيوكبريتات بيدينا يوديد صوديوم ورباعي سيونات الصوديوم وبيزول اللون البني لليود. يبقى احنا كده ايه عملنا تجربه وكشفنا عن السيوكبريتات تجربه اساسيه وتجربه تاكيديه. بنتكلم بعد كده عن انيون الكبريتيد. الكبريتيد اس ماينس 2 طبعا ده ايون الكبريت طبعا. عندنا املاحه كبريتيد الصوديوم بالدال طبعا، الملح الصلب التجربه الاساسيه مع اتش سي ال بيدينا ان اي سي ال، وغاز اتش 2 اس غاز شفاف له رائحه كريهه تشبه البيض الفاسد. ممكن اكشف عنه بورقه مبلله بمحلول اسيتات الرصاص بيسود هذه الورقه. وطبعا ايه الكلام ده ممكن ايه نوضحه لك طبعا بايه بمعادله الموضحه. اسيتات الرصاص سي اتش 3 سي او او باي 2 بي بي زائد اتش 2 اس بيدينا حمض الاسيتيك سي اتش 3 سي او او اتش بلس راسب اسود من كبريتيد الرصاص، وده اللي بيوضح ليه الورق اسود بي بي اس. التجربه التاكيديه اضافه محلول نطاط الفضه لملح الكبريتيد بيدينا حسب المعادله راسب اسود من كبريتيد الفضه اي جي 2 اس ومعاه طبعا نترات الصوديوم. بعد كده بنكشف عن انيون الكبريتيد اس او 3 ماينس 2 انيون نفس الكلام برضو الملح الصلب مع حمض الهيدروكلوريك حسب المعادله الموضحه بيدينا كلوريد صوديوم وميه وغاز ثاني اكسيد الكبريت اس او 2 غاز له رائحه نفاذه. الغاز طبعا ده عشان نكشف عنه بيخدر ورقه مبلله بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك المركز حسب المعادله الموضحه K2Cr2O7 زائد SO2 الغاز المتصاعد. حمض الكبريتيك ده اللي بستخدمه في تحميض ثاني كرومات البوتاسيوم بيديني كبريتات بوتاسيوم K2SO4 وكبريتات كروم Cr2SO4/3 لان طبعا الكروم هنا ثلاثي والكبريتات ثنائيه وميه. وفي هذه الحاله بيتحول لون البريمنج ثاني كرومات من اللون البرتقالي الى اللون الاخضر. التجربه التاكيديه باستخدام نترات الفضه ايضا في هذه الحاله الملح الصلب محلول كبريتيد الصوديوم Na2SO3 زائد محلول نترات فضه AgNO3 بيدينا راسب ابيض من كبريتيت الفضه يسود بعد التسخين. طبعا احنا كده ايه وضحنا الكشف عن انيونات المجموعه التحليليه الاولى ببساطه وبسرعه، وهنوضح لك بعد نهايه كلامنا في الجزء ده بعض الاساسيات اللي انت لازم تكون عارفها، ازاي تكتب رمز كيميائي مظبوط، ازاي تتعرف على اهم الانيونات والكاتيونات المطلوب منك في الجزء ده في الباب ده. وطبعا ده كده بيوضح لك مخطط للكلام اللي احنا قلناه بالنسبه لانيونات المجموعه الاولى، ملخص سريع بيوضح لك العمليات اللي احنا عملناها. بس طبعا تعرف تركب اي رمز ملح، لان اي ملح طبعا بيتكون من ايه شق موجب كاتيون وشق سالب انيون، وده اللي يهمنا تعرف في الاخر، لان احنا في نهايه الباب او في نهايه الجزء بتاع التحليل الكيميائي بنحاول نقول لك بقى ايه ازاي تتوصل الى التعرف او التمييز بين ملح وملح اخر. تابع لحد نهايه الفيديو وشوف في الجزء الاخير كيف يمكنك حفظ اهم الانيونات والكاتيونات وكتابه الصيغ المختلفه باستخدام قاعده تبديل التكافؤات.
وفي نهاية الفيديو أو في صندوق الوصف هنسيب لك اختبار تجريبي إلكتروني عشان برضو إيه تتعود على حل الاختبارات الإلكترونية. وطبعا ده كان بداية أو مقدمة في الباب الثاني التحليل الكيميائي، ولسه هتابع معايا طبعا الفيديو القادم هنتكلم على المجموعة الثانية التحليلية، مجموعة الأنيونات، الكاشف طبعا هيكون حمض الكبريتيك، وهكلمك عن المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة مجموعة كلوريد الباريوم أيضا. وبكده نكون انتهينا النهارده من هذا الشرح، وتابعني باستمرار على قناة البص 2020 مع خالص تحيات أستاذ أشرف الهادي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركز معايا. طبعا طريقة التحليل بتوقف على الطريقة اللي بيتم بها الكشف حسب نوع المادة، لأن المادة ممكن تكون نقية أو مخلوطة. إذا كانت نقية يبقى الغرض هنا معرفة ثوابتها الفيزيائية زي درجة الحرارة، درجة الغليان، الكتلة المولية، وطبعا دي حاجات إيه ثابتة. لكن إحنا طبعا إيه نهتم إذا كانت المادة في صورة مخلوط ماشي أو بمعنى آخر مركب، هنا يهمنا معرفة إيه مكوناتها، سواء كانت مادة عضوية أو غير عضوية. بالنسبة للمادة العضوية، تحليل المركبات العضويه بكشف عن المجموعات الوظيفيه والعناصر داخل المركب العضوي، وطبعا ده هنتعرض له في دراسه الكيمياء العضويه. لكن احنا يهمنا هنا تحليل المركبات الغير عضويه، وهنا يهمنا التعرف على الشق القاعدي والشق الحامضي. الشق القاعدي اللي هو
بعد ما تدوس على ارسال وتجيلك النتيجه وتعرف اخطائك، حاول تعيد الامتحان مره تانية وتشوف النقط اللي وقفت معاك وراجع. في النهايه بعد ما عرفنا طريقه الحل، تابعني باستمرار على القناه وعلى المدونه، وهسيب لك اللينك في نهايه الفيديو اسفله. واي سؤال في مجال الكيمياء العضويه او غير العضويه ابعت بيه، واهم حاجه بس ايه، تخليك في بيتك ونفذ التعليمات لحد ما ان شاء الله ربنا يزيح هذا الهم عن مصر وعن العالم كله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.